مشروع جديد سيعمل نقلة في السياحة في ولاية قريات حي الساحل. لتعرفوا أكثر عن المشروع تابعوا هذا الفيديو. سرنا أن نعلن أن هدفنا من الطرح الأول من الدفعة الأولى من الوحدات العقارية الحمد لله تحقق، وبهذه المناسبة يسرني يعني وبالنيابة عن الزملاء في الفريق أن أشكر يعني عملائنا الكرام الذين أعطوا ثقة لهذا المشروع المميز، وكذلك يسرني أن أعلن عن يعني الطرح الثاني للوحدات العقارية في المرحلة الأولى، كما يسرني أن أعلن عن تمديد التخفيض الذي كان مصاحب للطرح الأول، كذلك تقديرا للمشترين ويعني لثقتهم بالمشروع يسرني أن أعلن عن جائزة وهي عبارة عن سحب على وحدة استوديو لجميع المشترين سواء في الطرح الأول أو في الطرح الثاني. كما تعرفون المشروع يعني من المشاريع السياحية المتكاملة على مساحة 1,300,000 متر مربع، يتكون من شق سياحي وشق عقاري. يعني الشق السياحي عبارة عن فنادق 3 نجوم بالإضافة إلى يعني مدينة ترفيهية، كذلك يعني ممشى تجاري سيحتوي على العديد من المحلات والمطاعم والمقاهي، سيكون إن شاء الله نقطة جذب لولاية قريات والمناطق المحيطة بها سواء كان في محافظة جنوب الشرقية أو في يعني محافظة مسقط، وسيعتبر يعني نقطة تحول كبيرة في المستوى التنمية يعني في تلك المناطق. كذلك يوجد 3,000 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات حسب قانون يعني المشاريع السياحية المتكاملة، وكذلك سيحق للمشتري إقامة دائمة في السلطنة.